I'm Dr. Suzy Gohar, Assistant Professor of Clinical Oncology. My project entitled Workplace-Based Assessment of Oncology Residents During the First 2 Years of Residency. My faculty advisor is Dr. is Professor Muhammad Hassanin. This is my Gantt chart. The plan بتاعي كان إن أنا ناخد ال IBB approval ونجهز ال project team in January وبعد كده في February المفروض إن إحنا نpresent the plan ونختار target resident and prepare evaluation forms. وبرضه في نفس الشهر قدمنا البروجكت بروجريس سبورت. بعد كده في ابريل المفروض ان احنا هنبدأ نعمل الفيرست سكور اوف ذا ايفالويشن سكورز اوف ذا ريزيدنتس وهنأسس البيشنتس اند ستاف ساتسفاكشن ونبدا اول عمليه اول بروسيس او اول ستيب في الداتا كوليكشن. داتا كوليكشن كان معمول على 3 مراحل، واحده في ابريل، واحده في جولاي، واحده ان اكتوبر. وبالنسبة للداتا أناليسس كان المفروض يتعمل في أوغست، وبعد كده الفاينل داتا أناليسس كان في جانيوري. المفروض إن احنا بنقدم بروجكت بروجريس ريبورت في فبراير وماي وذن سبتمبر، وآخر حاجة كان البوستر برزنتيشن هيبقى برضو إن جانيوري إن شاء الله. الحقيقة ليسون ليرند من البروجكت بتاعتي كانت ان احنا المفروض اول حاجه ان احنا نعمل prepare plan B and plan C، وان احنا نعمل proper projection of selection of the team. This is very important and seek advice from experts. الحقيقه انا شخصيا استفدت من الديبارتمنتال educational policy عندنا في القسم اللي هي كانت willing ان احنا to introduce a workplace based assessment as an assessment method. يعني changes made to my project. Actually, I didn't make major changes. Just the IBB approval was delayed because of paperwork and data analysis. طبعا البروجكت تيم فورمد وعملت workshop، عرفت فيها الريزيدنت وعرفت فيها trainers هنعمل ايه، وطبعا كونت التيم بتاعي وجهزت الايفالويشن فورم وعملت الفيرست ايفالويشن الخاص بالريزيدنت البيز لاين والسكند ايفالويشن فورم كمان. وبعد كده طبعا الحقيقه البروسيس بقى بتاعه الريزيدنت سكورز كانت اتعطلت شويه، لان واحد من الريزيدنت اللي كان انكلودد معايا كويت، فبالتالي اضطريت اعمل له اكسكلوجن واستبعد كان قبل ما نعمل الانيشال سكورز بتاعه، فاضطريت ان انا استبعده خالص. بالنسبه بقى للداتا كوليكشن فانا شفت ان احنا ممكن ناجلها شويه. البيز لاين يعني الانيشال داتا كوليكشن يعني اجلتها شويه شهر لغايه شهر سبتمبر علشان يبقى عندي ماتش مور انفورميشن يعني اقدر اعمل عليها البيز بتاعي. أنا قدمت البروجكت ريبورت الأول والثاني بالفعل، ودلوقتي أنا progressing يعني included حتى الآن 5 resident من total number of resident اللي هم المفروض 9 موجودين inside the department. And thank you.